أيها الحفل الكريم، عشاق الأصالة والتراث، لا زالت انطلاقاتنا متواصلة، تحدياتنا مستمرة من برنس الميادين ميدان رقيعات. على بركة الله وتوفيقه أعلنت انطلاقة شوط من أشواط الخير والبركة، شوطنا 13 حامل في طياته القعدان لذاع المحليات الأصايل. مسافتنا هي 4 كيلومترات، نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. نذهب مع البداية مع المركز الأول، من يتقدم على صدارة هذا الشوط مباشر؟ سالم بن حميد بسالم ببطي الدرعي، من يأتي على المركز الأول؟ بينما المركز الثاني أيها الحفل الكريم، من يتقدم؟ الشارد سالم بن مطر بن سعيد الدرعي. بينما المركز الثالث هنا أيها الحفل الكريم، أشقر خنفور بن معيوب بن سالم الدرعياتي على المركز الثالث. والمركز الرابع من الجانب الآخر، شعار بن فارس، من يتقدم مع المركز الثاني؟ هملول على المركز الثالث، هملول ناصر بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي، غير إلى ثاني المراكز. بينما المركز الخامس أيها الحفل الكريم، خامس المنطلقين، ميهاب علي بن عبد الله بن سيف بن سباع الكتبي، من ياتي على المركز الخامس. نعود الى الصداره، نعود الى مقدمه هذا الانطلاق، نعود الى التحديات المثيره مع المركز الاول مع البدايه الاولى. من يتقدم في هذه اللحظات؟ لا زال مباشر المركز الاول على الصداره، على المركز الاول ياتي بهذه الانطلاقه سالم بن حميد بسالم بن بطي بن قماش الدرعي، من ياتي ويسيطر على المركز الاول. مع البداية الأولى ومع الصدارة، بينما ثاني المراكز هملول يتقدم ناصر بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعياتي في المركز الثاني والمركز الثالث. هنا أيها الحفل الكريم، الشارد سالم بن مطر بن سعيد الدرعياتي على المركز الثالث والمركز الرابع في هذه اللحظات. التقدم شاهين سالم بن مطر بن سعيد الدرعياتي على المركز الرابع. خامس المراكز هنا المنطلق أيها الحفل الكريم، أشقر خنفور بن معيوب بن سالم الدرع، والمركز السادس هنا تقدم ميهاب علي بن عبد الله بن سيف الكتبي، من ياتي على المركز السادس.
أعود مع البداية، أعود مع شعار بن قماش، من يأتي على المركز أول ويقترب من الكيلومتر الأخير، يقترب من الكيلومتر المثير. يا سلام يا سلام، مباشر مباشر هنا على البداية، سالم بن حميد سالم بن حميد بن سالم بن بطي الدرعي هنا ياتي بن قماشة على البداية، ولكن على المركز الثاني هاملون ناصر بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي ياتي على المركز الثاني في هذه اللحظات المثيرة والخطيرة. المركز الثالث أيها الحبل الكريم، ثالث المنطلقين والباحثين عن الناموس والتحديات والانطلاق الواصل. الله الله يا سلام الواصل، شاهين سالم بن مطر بن سعيد الدرعي. والمركز الرابع هنا أيها الحبل الكريم المتقدم أشقر خنفور بن معيوب بن سالم الدرعي، ولكن خلاص أعود إلى البداية، أعود إلى الأربعمائة متر الأخيرة، الأربعمائة متر المثيرة والخطير. يا سلام على هذا المسار، يا سلام على هذه الانطلاقة، ما بين مباشر ما بين هملول لمن الفوز لمن الانتصار. مباشر على البداية، مباشر على البداية، سالم بن حميد بن قماش الدرعي ياتي بهذه الانطلاقة، وبن فارس ناصر بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي، ولكن تهانينا والناموس قام راس وانهراس. تهانين لمالك مباشر سالم بن حميد بن سالم بن بطي بن قماش الدرعي المركز الثاني، وصل حملول ناصر بن عبد الله بن سعيد فارس الدرعي المركز الثالث ايها الحفل الكريم، ثالث المراكز هنا لحظات الوصول، لحظات الوصول، ثالث المراكز اللي هو سالم بن علي بن سعيد بن سبع الدرعي. المركز الرابع وصل شاهين حامد بن محمد الغدير الدرعي. المركز الخامس، خامس المراكز أيها الحبل الكريم، شاهين سالم بن مطر بن سعيد الدرعي. والمركز السادس، المركز السادس وصل أشقر خنفور بن معيوب سالم الدرعي. نعود بالتهنئة والناموس، تهانينا لمالك مباشر سالم بن حميد بن قماش الدرعي، تهانينا. والتوقيت الزمني 6 دقائق 22 ثانية 92 جزءا من الثانية.